المزيد من النقاش والتحليل حول كل ذلك مع ضيفي من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عباس، أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. وتطورات دراماتيكية في المشهد الانتخابي الذي يتحضر له الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن بعض وكالات الأنباء عنونت بأنها ربما تطورات مثيرة أيضا تحدث الآن. بداية، كيف تنظر إلى هذه الإدانة بالإجماع لترامب ب 34 تهمة، وأبرز ما لفتك حتى في كلمته قبل قليل؟ أشكر على هذه الاستضافة. أولا، يعني بخصوص الإدانة ال 34، يعني الادعاء العام قدم قضية متماسكة، أدلة كثيرة، يعني بغض النظر ما يقوله ترامب، يعني ما يقوله خبراء قانونيون والذين حضروا المحاكمة، أعتقد نجحوا في يعني طرح قضية متماسكة مقنعة ستصمد بتصوري حتى عبر عمليات الاستئناف المختلفة، ربما يطيح باتهام أو اتهامين، لكن نحن نتحدث عن 34 إدانة، قد يستطيع أن يسقط بعضها عبر عملية الاستئناف أو يقللها من جريمة إلى جنحة، شيء من هذا القبيل، لكنه عموما أتصور القضية ستصمد أو معظم التهم فيها ستصمد. بخصوص يعني ما قاله اليوم، يعني هو هذا أسلوب ترامب المعتاد، ينتقل بين مواضيع كثيرة، جمل لا تشرح الموضوع كاملا، تحتاج المرء إلى معرفة خلفية ما يتحدث عنه كي يفهم ما يقصده وما قام به هو. لكن رغم هذه الجمل التي تبدو متقاطعة وليست واضحة، هناك ثيمة واضحة واحدة، هناك موضوع واحد يقدمه، يعني يعرض أمثلة كثيرة لإثباته، وهو موضوع المظلومية. أنا مستهدف لأنني أمثل مصالحكم وأنني مستعد أن هو تحدث حتى عن عراقيل قانونية وضعت أمامه وأمام فريق الدفاع له وأمام بعض الشهود في هذه المحاكمة التي وصفها بغير العادلة. نعم صحيح، هو تحدث، يعني جاء بأشياء، أولا هاجم مايكل كوهن من دون ذكر اسمه، هاجم القاضي من دون ذكر اسمه بخصوص ما يسمى البلي بارجن، طبعا نصه للأحداث ليس بالضرورة صحيحا، الذين كانوا في المحاكمة لم تبث، وإنما كان هناك صحفيون وآخرون غطوها، يعني معظم المعلومات التي قدمها أخرجها من سياقها. يعني هو يحاول أن يقوض الاعترافات التي قدمها مايكل كوهن وقدمها آخرون، لكنه هذا الموضوع يعني ستحسمه المحاكم في آخر المطاف. محكمة التمييز العليا في نيويورك يستطيع أن يذهب إلى المحكمة الاتحادية العليا، وهؤلاء متخصصون ويقررون هذه الأشياء. ما يقال في الإعلام غرضه سياسي. أعتقد المشكلة التي يعاني منها رغم حصوله على المزيد من الأموال، نحتاج أن ننتظر. طيب، يعني بما أنك تحدثت عن أن ما يقوله هو سياسي وادعاء للمظلومية، وقد لا يكون يسترد حتى إلى وقائع كونها لم تكن محاكمة منقولة كما وصفت قبل قليل، بالتالي ألا يمكن القول العكس؟ توقيت هذه المحاكمة هو توقيت سياسي بامتياز قبل 5 أشهر من انطلاق السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الرجل قبل قليل قال عند سؤال الفريق القانوني، أكد أنها قضية لم يكن بالضرورة أن ترفع بالأساس، ولماذا لم ترفع قبل 7 سنوات؟ لا، يعني هناك قصة طويلة وراء أنه جمع الأدلة والوصول إليها والوصول إلى الصفقة مع مايكل كوهن، لأنه يعني مايكل كوهن كان أساسيا في تشكيل هذه القضية، والاتفاق معه بمعنى الادعاء العام وصل إلى المعلومات الصحيحة وتصور أنه لديه قضية متماسكة بعد فترة طويلة. الخبراء القانونيون حقيقة لم يشككوا بخصوص التوقيتات، أن هذه لها تأريخ كثير من الأشياء. ربما ترامب يستطيع أن يحاجج عبر المحكمة إذا ذهب في عملية استئناف أنه كان يطالب بمزيد من الوقت، كان يريد نقل المحاكمة إلى أماكن أخرى وما إليه، هناك تعارض مصالح. هذه حجج قد تكون معقولة، أعتقد محكمة تقرر فيها، لكنه الإجماع المعقولين
بهذا الخصوص أنه المحاكمة هذه التي في نيويورك تستوفي معايير المحاكمات العادلة للذين مروا بقضية مثل قضية ترامب. طبعا ترامب يعطي وجهة نظر أخرى ويتحدث عن أسماء ويقول الإجماع القانونيين، أعتقد هذا ليس صحيحا. الصحف التي غطت هذا الموضوع كانت يعني هذه الادعاءات ليست جديدة، قالها قبل 20 يوم وقالها قبل يومين مكررة، فهي يعني الهدف منها طيب هو إقناع جمهوره، وجمهوره مقتنع أصلا، فأعتقد هو لا يحتاج حتى أن يثبت شيء لهم، هو يحتاج أن يقول شيء أن هذه المحاكمة غير عادلة، وهو ما قاله صراحة، محاكمة غير عادلة على الإطلاق. ولكن سيد عباس، الآن السؤال الذي يتكرر كثيرا، ما هي تداعيات هذه الإدانة؟ ما هي انعكاساتها السياسية على حملته الانتخابية، على حظوظه الانتخابية، وهل سيكون لها حقيقة أي تأثير على الأسابيع القادمة؟ هذا ما هو غير واضح لحد الآن. أولا هو سيستطيع قانونيا حتى لو أدين، حتى وهو الآن يعتبر قانونيا مجرم، يستطيع أن يمضي في حملته الانتخابية، وحتى إذا فاز فيها يستطيع أنه يعفي نفسه من هذه التهم. هذه أولا. ثانيا ما علينا أن ننتظره هو انطباع يعني استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي إلى مؤخرا الأغلبية الساحقة كانوا يقولون أنهم لن يغيروا رأيهم على أساس حكم هذه المحكمة. أغلبية الأمريكيين ربما لم تتابع هذه المحكمة. موضوع المحاكمة نفسه تقني مالي ممل، لا يبدو كأنها جريمة كبرى بالنسبة للأمريكيين العاديين. هذه لصالح ترامب، لأنه معظم النقاش هو نقاش تقني في كيفية وضع الأموال، تدوينها، إعطاء الصكوك وما إليه، فلا يوجد إحساس عام أن القضية مهمة أو جدية أو خطرة. ولكن يعني بما أنك تتحدث عن استطلاعات الرأي سيد عقيل، يعني قبل قليل كان هنالك نقل لأخبار عاجلة عن ارتفاع في استطلاعات الرأي لصالح بايدن بنسبة 6%، ولكن هنالك من ينظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، أن ترامب عبر هذه الإجراءات التي توصف بأنها سياسية بامتياز ربما ينجح في استمالة عدد مقدر من الناخبين الأمريكيين الصامتين، لا سيما في الولايات المتأرجحة بالأساس. هذا ممكن، أنا بتصوري يعني وهذا الانطباع العام، أنه استطلاعات الرأي في هذه اللحظة ليست أساسية وليست حاسمة. ما هو حاسم قد يكون حاسما هو المناظرة الانتخابية بين الطرفين التي اتفق عليها تكون في يوم 28/6، وواحدة أخرى ستكون يوم 10/9. يعني هاتان المناظرتان أعتقد ستكونان مهمتين، وفي أثنائها أي تطورات سياسية واقتصادية تحصل، بمعنى الجداول الاقتصادية التي ينشرها مكتب التوظيف، الجداول الاقتصادية التي تنشرها وزارة الاقتصاد بخصوص التضخم وما إليه، ارتفاع أسعار البنزين وما إليه. أعتقد هذه الأشياء مجتمعة تأثيرها أكبر بكثير من استطلاعات رأي في هذه اللحظة. الآراء ستتغير بعد أسبوع أو أسبوعين، تتغير. معظم المختصين في هذا الجانب يقولون استطلاعات الرأي في الأشهر الأولى قبل بدء الحملة الانتخابية لا يعتمد عليها، والحملة الانتخابية رسميا لم تبدأ. تبدأ هي عموما رسميا عندما يعلن الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي أنه هذا هو مرشحنا، والحزب كله يلتف حوله موحدا، حينها نكون بإزاء حملة انتخابية حقيقية. استطلاعات الرأي في حينها تكون أكثر قيمة وأكثر جدوى. بمعنى دكتور عقيل، لن يتعطل ترشح ترامب للرئاسة بناء على ذلك، ولن يتعثر حتى دخوله إلى البيت الأبيض بناء على أي حكم يعقب هذه الإدانة؟ صحيح. ثلاثة شروط. الدستور الأمريكي في مادته الثانية واضح ويقول ثلاث شروط في الرئيس فقط: يكون أمريكيا بالولادة، أن يكون عمره 35 عاما فما فوق، أن يكون عاش في الولايات المتحدة 14 عاما. لا يشير إلى حكم قضائي، إلى إجرام، إلى ما إليه، لكن المشكلة التي سيعاني منها ترامب
إذا صدر في يوم 11/7 الحكم عليه وتضمن سجنا يعني هذا سيصعب الأشياء عليه، لأنه سيكون صعبا عليه المضي في حملته الانتخابية، أو إذا صدر عليه إقامة منزلية ليس بالضرورة سجن، أنه تبقى في المنزل، هذا سيصعب كثيرا من حملته الانتخابية، لكنه هو سيحاول أن يستفيد من الاستئناف على الأقل لتأجيل إمضاء الحكم عليه، وحينها ستكون الحملة الانتخابية قد انتهت، وإذا فاز يعني هذه المشاكل القضائية كلها ستحل مؤقتا، بمعنى يستطيع إصدار إعفاء عن نفسه ويعني يتوقف الأمر. ولو أن البعض يقول أنه لا يحق له أن يصدر أي قرار بالعفو حتى عن نفسه، وهذه تعقيدات قانونية أخرى لن نغوص فيها. في ذات الإطار أخيرا فقط، ردود الفعل من خارج الولايات المتحدة لعل أهمها ما كان على لسان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قال تقومون بإقصاء المنافسين السياسيين عبر هذه الإجراءات، ورد عليه بلينكين بالمناسبة بأن هذا ما تقومون أنتم بفعله. كيف تعلق على هذا السجل المتعلق بترامب بين موسكو وواشنطن؟ طبعا أي شيء يقال من موسكو لصالح ترامب يضره لدى الناخبين ما يسمون undecided، الذين لم يقرروا بعد، لأنه في الولايات المتحدة هناك حس عدائي بإزاء موسكو، هناك تصور يعني أثبتته التحقيقات أنهم حاولوا التدخل في انتخابات 2016 وما إليه لم ينجحوا، لكنه وصلوا إلى سجلات الناخبين في أكثر من ولاية، عمليات الهاكينج التي قاموا بها، ثم جاء موضوع أوكرانيا، فسمعة روسيا في الولايات المتحدة سيئة جدا، يبدو أي تعاطف روسي مع ترامب مضرا له، ليس بين جمهوره سيبقى معه بغض النظر، وإنما هؤلاء الذين لم يقرروا بعد يعتبرون يعني أنه وجود روسيا هو شيء في هذه الحملة أو تدخلها هو شيء يقوض معنى الديمقراطية الأمريكية. وبما أنك تتحدث عن صار ترامب، تبقت لنا دقيقة دكتور عقيل، الآن هنالك تخوفات من دعوات العنف، الحرب الأهلية، حتى التهديد بقتل القاضي نفسه، هل تتوقع في مرحلة ما ربما نشهد إعادة تجسيد لأحداث الكابيتل بالعام 2021؟ هذه مبالغة كثيرة، لا أعتقد أنها ستحصل، يعني نحن نتحدث هنا عن قانون راسخ وعن حزب الوطنية الأمريكية كبير، لا يمكن أن تؤثر عليه مثل هذه الأشياء، أعتقد هذه مجرد يعني تهديدات، الغرض منها الضغط، ومحفزة بمشاعر لمجاميع متطرفة ومتشددة لا تمثل الرأي العام الأمريكي. ضيفي من واشنطن المحلل السياسي دكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات معنا، أشكرك.